محشم جاني خويا يا رضا يا وبين كلب تحل بينا وحسبني سهلا يا الهضرة اشعل خويا اشعل ويا تنادوك يا عمال
الزول في اللون نيت ما يسمع الزول مقرن. مرحبا اسوين بور سات دوزيام فيديو دو ديمونش بيان سور لو 21 اوت 2022 الى اكزاكتومون 21h42. ان شاء الله الناس كي سون ا طابل نقول لكم بون ابيتي ا توتي ا توس. Alors pour cette deuxième vidéo, je vais parler sur un sujet aussi tabou. On va parler de واحد كيما قال واحد الشيء اللي صرا في بلادنا, يعني بلاد كيما الجزائر مسكينه والله ما تستاهل يا ناس, والله ما تستاهل. بقاو فيها الا عده ناس مساكنين يتعدوا على الاصابع, والناس هذو انا نعطيكم ان كونساي, نعطيكم ان كونساي يا الناس يلي تحبوا تعيشوا وتحبوا الزهو وتحبوا السينما وتحبوا التياتر وتحبوا تحوسوا وتحبوا تعيشوا, ما بقالكمش معيشه في الجزائر. انا نقول لكم ما بقالكمش معيشه في الجزائر. الجزائر ولات بلد الدواعش, قلتها لكم صافي لونطو صافي لونطو. كنت بكري شويه اسبوار شويه اسبوار باسكو نمنوا بالجمهوريه الديمقراطيه الجزائريه وروح وروح. هذا كل راهو ما كان والو, راح ما بقى والو ما بقى والو. بقاو ناس يسيروا في البلاد حبوا يرجعوها كيف غانستان. انا نقول لكم يا ناس كعاد الجزائر يحارب فيها, يتحارب فيها الغناء, يتحارب فيها الزهو, يتحارب فيها الشراب الانسان اللي يحب يشرب, يتحارب فيها الحب سورتو, يتحارب فيها الحب يا ناس, يتحارب عندها سنين يشوفوا واحد مع طفله يضربهم الجن. اجيو يجريو وشكون انت وشكون انتي وجيبي الرقم نتاع باباك وجيبي منا وجيبي منا وجيبي منا. يعني ابسط ابسط لا ليبرتي نحاوها للشعب الجزائري. وكي يسمعوني الدواعش انا نهضر كيما هكذا راهم لو كان يلقاو والله يا لو كان جات في يدهم لا بومب اتوميك يبعثوها لي والله العظيم. باش نقول لكم راني يعني نعرف, مي انا ما نلومهمش. كيفاش نلوم انا داعشي؟ ما نلوموش, سي تان داعشي مسكين. هو بعد هو لو كان لقى يفجر روحو يفجر روحو. علاش؟ باسكو الى ايزو ايتي اوندوكتريني لاحولهم في ريصانهم واحد الحوايج يعني اللي فريمون يبقاو يقودوا فيهم من وذنيهم ويقولوا لهم كلوا واشربوا, واذا لقيتوا الماكله اذا لقيتوا الماكله سينو ما عندكمش الحق حتى في حاجه. واش نقول لكم؟ ديروا واضربوا النح. واش نقول لكم؟ اسكتوا اسكتوا ونطفيوا عليكم الضوء روحوا ترقدوا. هذا ما كان. واش هو الشعار؟ الجزائر الجديده, الجزائر الديمقراطيه, الجزائر الشعبيه, وما نعرف واش هو. الوغ كو حنا رانا بير, تعرفوا شنو هو بير؟ حنا بير من افغانستان. اوني بيغ دو لافغانستان. الخطره نعطيك, كانت خطره صرات مشكله في الجي. طفله وطفل قاعدين في لاكاخ مع بعضهم يسناو قلاف باش يجي كيف يسموه البيس ولا يجي ما على باليش باش يروحوا, ويتهاشوا يتهاشوا يحضنها وساعه تحضنوا منا. واش يديروا الدواعش اللي كانوا قاعدين ثم؟ اسمع سي محمد رانا مخلطين. يا خويا مخلطين ولا ماكمش مخلطين؟ وانا واش راني قاعد ندير انا؟ احترم روحك, قلنا لك احترم روحك. راك معايا هما يهضروا معاه واخرين واش يديروا؟ يتصلوا بالشرطه, يتصلوا بالشرطه. تجي الشرطه تونتي 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 اون ديري ما عرفوا الشرطه. وصلوا عندهم ثم ايا قعدوا هاتوا البطاقه التعريف, هاتوا الكاريت فامي, هاتوا ما نعرفوش ايا وكيما وعباوهم كيما يقول السكيكدي عباوهم. حنا نقولوا الشاويه نقولوا هزوهم ولا داوهم. هما السكيكديه اللي نحييهم يقولوا عباوهم. ها يا سيدي كيما قال واحد تروحوا يسمعوهم. اش موك اسم باباك واش ديري مع السيد لهنا وعلاه كونفوكي باباه؟ هذه الطفله ماهيش مينور يا ناس, ماهيش مينور, ماجور ماجور. داولها كيما هكا لو كان جات مينور ايه راهم بعثوا لها لارمي تجي ما بوش للشرطه ماش بلا. وهذوك اللي عيطوا للشرطه هذوك لو كان شافوا واحد راح يحط بومب والله لا عيطوها. والله يا ناس يا لو كان شافوا واحد حاط بومب ولا شافوا واحد يحقروا واحد يضربوا فيه ولا شافوا واحد يسرقوا فيه والله ما يعيطوا للشرطه والله ما يعيطوا لحاجه. اليوم ولاو المسؤولين بعد المسؤولين هما بعد
كما قال واحد يحبوا يرجعوا الجزائر دولة مجرمة، دولة إسلامية إجرامية، الو كي مازال محكمة كما قال لكم غير خلاو الفيس برك. أنا ما فهمتش حاجة واحدة، علاش نحيتوا الفيس؟ علاش ما خليتوش الفيس أزحيم؟ خليو الفيس هو خلي يظل يذبح في الناس جهار ونهار، وكما قال واحد ينظروا كي أفغانستان الناس كل تضرب البرقعة والناس كل تضرب الحي وياخذوا بعضهم تحت لاكوات وخلاص يا سيدي. وعلاه؟ وعلاه جيتوا أنتوما تحاربوا الفيس؟ باش ديروا أنتوما واش راهو يدير الفيس؟ باش ديروا أنتوما واش ديروا يدير الفيس قاعدين ديروا اليوم؟ سبحان الله وين ولات الجزائر؟ سبحان الله وين ولات الجزائر؟ يعني فريمون ماك تصلي من غير مسلم ما عندكش الحق، لازم تكون مسلم بلا قسام الأرزاق، لازم تكون مسلم. باش تكون مسيحي يلوحوك في الحبس، يلقاو عندك لا بيبل يلوحوك في الحبس. تخرج انت والطفلة تحوس يحكموك يبهدلوك، هات الكرامي دفامي هات منا. خطرة هذه مام باني كنت نقرا فيها يامس لو لامس، ان كوبل مرا وراجل راحوا لكيبازا يتعشاو يصبحوا يتبهدلوا في ريستورون، يتبهدلوا في ريستورون. مول الريستورون على حساب الحكايه نتاع المراه هذه، وانا لو كون جيت من هاد الناس هادو الكوبل هذا يا جماعه احرقوا. انا نعطيكم، انا عمري ما قلت للناس احرقوا، احرقوا وهربوا من البلاد هذه. ما بقاتش بلاد. الراجل قاعد يتعشى هو والمراه نتاعو يقول لهم احترموا رواحكم. يا سيدي نحترموا رواحنا واش رانا نديروا؟ واش شفتونا نديرو وانا مقابله انسان قاعد ناكل واش ندير؟ ومن بعد صبح فيها هاتوا الكارنيت فامي كيما قال الواحد. علاه نعطيك الكارنيت فامي يا اخي؟ علاه نعطيك الكارنيت فامي؟ بوركوا؟ شكون انت نعطيك الكارنيت فامي؟ شكون انت حتى ولو تكون شرطي بعد ما عندكش حق تطلب عليا الكارنيت فامي؟ وشرطي انت وش هو شرطي انت؟ تقول واش يقول لك دماغك؟ اذا انت يا داعشي تخدم في جهاز الامن وانت داعشي تجي تكسر لي راسي انايا؟ انت داعشي روح لدارك الهيئة خلي عليك الجهاز الامن. علاه نعطيك الكارنيت فامي؟ بوركوا؟ انت عداله انتيا عندك بلانت ضدي؟ علاه نعطيك الكارنيت فامي؟ بوركوا؟ تروح للوتيل اول ما تخش للوتيل قال اعطيني شومبر يقول لك هات الكارنيت فامي. علاه نعطيك الكارنيت فامي؟ واش دخلك؟ واش راح لك؟ واش دخلك؟ لو كان جات طفله مينور بوتيتر، لو كان جات جور على روحها، ولا واش يديروا الناس دركا في لي زوتيل؟ يعني رجعوا لي زوتيل على بالكم، رجعوهم بيوت دعاره، رجعوهم بيوت دعاره. على واش؟ باسكو الناس حبوا كيما هكذا، ولقاوها الناس هذو مالين لي زوتيل هذو لقاوها، لقاوها كيفاش خطره مع واحد من لوتيل قلت له علاه ديروا كيما؟ قال لي خويا انا جو بيان نعطي له درك يحكم لا شومبر اون اوغ، ومن بعد يفرغ خارجي واحد اخر يحكم هنا، خير من يجيني واحد انايا عنده كيما قال واحد نعطيلو توتين نوي يحكم لي لا شومبر، نو هكا خير. ولا تجي واش يديرو كيما قال لك عندي دوبل، يسلك دوبل، جهه الطفله تقول له اعطيني اون شومبر، يروح يعطي الطفله اون شومبر تحكم لا شومبر، يجي الاخر يدخل من بعد شويه ربع ساعه ونص ساعه اعطيني اون شومبر. وعندهم التليفون يعيطوا لبعضهم اني في لاشومبر نيميرو 33 ويروحوا لبعضهم ومن بعد يقفلوا لي شومبر يجيو يطيشوا من الفتح ويروحوا. يا ناس ما تقدروش، يا 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 ريسان الكروش ولا ما عباليش واش نقول لكم، ما تقدروش تحكموا الناس تقول لهم ما ديروش هكذا وما ديروش هكذا، ما تقدروش. فون بوفي با، فون بوفي با، ما عندكم ما دخلكم. دوك تروحوا نشوفوا هذه زعما هذه مداهمه، زعما مداهمه اللي كيعيطوها هما ما نعرفوش هو نتاع الاوكار ولا ما نعرف واش لقيتوهم هاد الناس نتاع الاوكار، واش لقيتوهم يديروا؟ واش لقيتوهم يديروا؟ لقيتوهم قاعدين يشربوا ويزهاو ويشطحوا ويديروا؟ واش لقيتوهم يديروا الناس هادو؟ كاش ما قتلوا، كاش ما ذبحوا، كاش ما واش داروا الناس هادو؟ ايبا ما تكذبوش على الناس، ما تكذبوش على الناس، قولوا للناس يا جماعه رانا في دوله اجراميه، رانا نحيناها للفيس باش نديرو حنا الشي اللي كان راح يديرو الفيس. قولوها للناس كيما هكا، وعلاش ديروا هذا الشيء هذا كل تحت لتحت؟ بوركوا؟ وانتوما في ذاتكم انتوما لو كنت تلقاو تاخذوا الدنيا تاخذوها. تبعوا معايا هلا فيديو هذه ونرجعوا. وين كنتو؟ عقد عليك ولا مش عقد؟ مفتحين برك، وكيف دير العقد؟
ولا غاش غير ولا كان يفهم يدين سمعي انك ارمي فهم كيفاه راه كنت في ورعي مع المدني في البلديه وما سمعتوا يا خوتي ولا ما سمعتوش؟ شفتوا كيفاه واحد شرطي كيما هذا زعما؟ شفتوا كيفاه يتكلم يا جماعه؟ شفتوا كيفاش؟ شفتوا هالهضره هذه مفتحه ولا ماشي مفتحه؟ عقده ولا ما كاينش عقده؟ عندك تهلا معاه شرعي ولا ما عندكش معاه شطفل شرعي؟ يا اخي والله غير حشمت انا، والله غير حشمت انا، والله غير حشومه. يعني هي دركا رحم والديكم تقولوا احنا رانا في بلاد دركا ديمقراطيه، دركا في بلاد ديمقراطيه، ويزيدوا يجيبوا التلفزيون، ويجيبوا لا تيليفزيون تاع باني ويوي الناس اللي تصفق، يجيبوها وفيلميو زعما درتو حاجه كبيره، زعما درتو حاجه كبيره زعما. يعني فريمون سي نيمبورت كوا، سي نيمبورت كوا، سي نيمبورت كوا. على بالكم في دول نتاع القانون، دول متحضره نتاع سيادكم، نتاع سيادكم اللي تعيطوا لهم انتوما الكفار. لو كان شرطه ولا درك ولا اي جهاز يدير شي كيما هذا ويديوهم يروحوا للعدالة، والله العظيم لا تفرع عليكم، والله لا تفرع عليهم، خاطرش هذا راهي ستون اتانت لا ليبرتي انديفيدويل، هذا تعدي على حق الأشخاص وعلى حق الناس، ما تساليولهمش يديروا واش ظهر لهم. عندك إذا درت باراج دو بوليس ولا دو جوندارموري وتكونترولي دير بريز دو سون وتشوفهم باللي صاي الشوفور راهو اون ايطا ديفغيس ولا منا، عندك الحق دير له كوندويت اون ايطا ديفغيس. مي باش يهز المراه مرطو ماهيش مرطو صاحبتو سي با طون بروبليم، ماهيش خدمتك، ماهيش خدمتك وما عندك ما دخلك، ما عندك ما دخلك. شتو كيفاه يا ناس؟ كيفاه هذه دوكا هذه بلاد هذه يعيش فيها الانسان هذه؟ علاش الناس تحرق؟ سي نورمال الناس تحرق، سي نورمال الناس تهرب، سي نورمال يبقاو فيها الا الدواعش، يبقاو الا الدواعش يعيشوا في هذه البلاد هذه، ما عادش يبقاو ولاد الجزائر الناس الفحوله والناس اللي يحبوا يعيشوا، خاطر لو كون خليتوهم نتوما يروحوا للريستورون، ها؟ واحد الوقت الحاله نورمال، الناس تدخل للريستورون يشربوا يزهاو ويغنيو ويجيو خارجين، مي دركا منعتوهم. منعتوهم وخرجوا كيما قال واحد درك يهربوا مساكن مع الحلل في برا وتلحقوهم، يدرقوا مساكن وتلحقوهم ارواح لهنا ولمناط وما نعرف واش ومن في خي حاله. يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي وين وصلت الجزائر يا خوتي؟ يعني نامبورت كوا، يعني نامبورت كوا، والله العظيم ما الشيء اللي صار في الجزائر ما يصراش حتى في البنغلاديش، والله يا في البنغلاديش والله يا في الصومالي لا تصرا لهم كيما هكا سيدي، هيا قسما عظما لا تصرا لهم كيما هكا. هاكم تشوفوا كيفاش، يعني شرطي جاي يبحث في وحده اسكو عندك طفل معاه شرعي، فتحتو ولا ما فتحتوش؟ من واش دخلك يا محمد؟ واش دخلك انت؟ الناس عيطوا لك قالوا لك عطاوك مهمه، قال لك روح جيب الناس هذوك، لا جيبهم اديهم للضابط تاع الشرطه يدخلهم في البيرو بكل احترام، كيما قال واحد اذا داروا حاجه، إذا داروا حاجة، إذا ما داروش قاعدين ترونكيل يشربوا ترونكيل ونمنا، واش داروا؟ واش داروا الناس هذو؟ ذبحوا ناس، قتلوا ناس، هم قتلوا وحرقوا الناس وذبحوا ناس واغتصبوا النساء وطلقتوهم يا صاحبي، وطلقتوهم وراهم يحوشوا اليوم وراهم عندهم شهرية. واش هي هذه الحالة نتاعكم هذه؟ واش هي هذه البلاد تاع كيوي هذه؟ واش هو؟ سي كوا هذه الحالة نتاعكم هذا؟ هات الناس دوكا واحد ما يقدرش يخرج مع مرته ولا مع صاحبته ولا مع اختو ولا مع ناناه ولا، واش راح لكم؟ واش راح لكم؟ واش دخلكم؟ كاش ما جاتكم مراه لا بورتي بلانت؟ تو دابور ما تكونش متابعه، اذا ما كانش بلانت ما كانش متابعه. انسان قاعد مع صاحبته يسكر تسالولو، شفتوه يمشي اون ايتا ديفغاس حبستوه اون ايتا ديفغاس؟ يا معليش شفتو انتوما الناس يشربوا ديروا براج على رواحكم، كي تشوفوا الانسان اللي جا وتلقاو له طود الكوليمي تاعو طلع اكثر من اللازم ديروا له بيبي وخلاص. وعلاش التبهديلات هذو؟ وعلاش وعلاه عليكم وعلاه؟ بوركوا مو فات سا؟ بوركوا هذه بلاد دركا هذه؟ دركا هذه بلاد يبقى يعيش فيها الانسان دركا هذه؟
اللي ما بقاتش بلاد هذه، بقات غير تخليو الدواعش يدوروا عليهم السيلان ويخليوهم كيما قال واحد يبقاو يعرفوا غير لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا عمرو ما واحد يكتب لك تحت سوليسيون ولا قال باكزومبل كيفاش ولا حتى المراه هذه اللي تعداو عليها في الريستورون وبهدلوها هي وراجلها، لو كان تشوفوا لي كومونتير نتاع الدواعش راسكم يحبس، راسكم يحبس، راسكم يحبس. نو وانت يا ثاني ما حقكش تقعدي قدام راجلك كذاك في الريستورون، وانت يا من عرف يا سيدي حبيتوها دير كيما نتوما اون كاشيتي سو لا كويت ولا كيفاش؟ روحوا ديروها نتوما وحدكم، خليوا المراه هذه خرجت هي وراجلها ولا صاحبها ولا ما على باليش واش يقول لها، خرجت تعشى ودخلكم فيها تتعشى، ما عندهاش الحق تتعشى، ما عندهاش الحق تضحك مع صاحبها، ما عندهاش الحق تقعد مع انسان عرفاتو. نلقى لها الطفله دوكا لبرا نعين نعرضها نقول لها روحي تعشاي ولا تغداي معايا تجيو تديوني. سبحان الله العظيم، من غير واحد ما يتحكي يتحكم في اعصابه سينو والله يكسر لا كاميرا هذه دوك بعد والله يكسرها. سبحان الله العظيم وين ولينا، واش ولات الجزائر يا خوتي؟ والله يا جماعه سمحوا لي ما كناش كيما هكا صاحبي، ما كناش كيما هكا، كنا حنايا انا من خنشله نروح لقسنطينه كاينو دي حتى في خنشله كاين دي ريستورون وين نجيها نقدروا ناكلوا ونشربوا نورمال، كانت تبرنا تاع شوافني والريستورون الناس تاكل مونجو نورمال، يخرجوا الناس يضحكوا يلعبوا يقصروا ما كان حتى مشكل. يصبحنا اليوم اكثر من 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 من, من دعدعش اكثر من دواعش اليوم صبحنا في الجزائر هذه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم.